عادت من بعيد في مباراة حبست أنفاس الجزائريين قبل المغاربة، لكن ضربات الحظ لم تبتسم في وجه أبناء روماو. وفاق سطيف يتأهل إلى دور المجموعات، وأحلام الرجاء تكتفي بالمنافسة على كأس الكاف في مباراة سطيف الرجاء وفد الفريق. جمهور النصور وحتى الصحفيين لم يسلموا من تصرفات أقل ما يقال عنها أنها غير رياضية. حسن الحمادي. بين الشوطين مشادات كلامية بين مسيري فريق الرجاء البيضاوي ونظرائهم من فريق وفاق سطيف الجزائري، كادت أن تتطور إلى شجار لولا تدخل اللاعبين والحكام وممثلي الكاف. حتى الكاميرا تم منعها من تصوير ما يدور في ملعب 8 ماي. فإذا كانت مقابلة الذهاب أكدت على حسن الضيافة المغربية اللي ماشي جديدة، فكنت أسف على أن المظاهر اللي رسمتها هذه المقابلة الثانية تؤكد بأن الضغينة والحقد ديال المسؤولين الجزائريين، ولا أقول للشعب لأنه الجمهور ولا الشعب الجزائري كان متعاطفا مع الرجاء كفريق رياضي، والرياضه كانت سائده ما بين الجماهير. دغيا ملي دويت معهم قلت لهم خصكم تدخلوا، قال لي لا، قال لي لا، حنا الجمهور الشعب الجزائري حنا غنبقينا معاه وغنبقاو معاه ثلاث ايام اخرى غمضيفينا، وان ما عندنا حتى مشكل معهم لحد الان. كان عندنا مشكل داخل الملعب انه بالنسبه للمقابله تعرضنا لاهانه والضرب من طرف الامن الوطني ديال الامن ديال الجزائر. اما بعد نهايه المقابله فقد تطورت الامور. مدرجات تحولت إلى حلب الاصطدامات بين أنصار فريق الرجاء البيضاوي وقوات الأمن المكلفة بتأمين الملعب. إدريس اليماني مصور صحفي عاين بعدسة كاميرته الأحداث اللارياضية التي عاشها ملعب 8 ماي. والصور غنية عن أي تعليق. الجماهير تعرضت الكسور والإغماءات وبزاف الأنواع ديال الشكل ديال التعنيف، والحمد لله النتيجة كانت في صالح الفريق الجزائري. قدر الله لو أن الفريق الرجاء البيضاوي فاز فتنظن ما نظنش أنه غادي يرجعوا سالمين، كانت تكون كارثة كروية كبيرة. هي مقابلة في كرة القدم، كان من المفترض ألا تعرف مثل هذه السلوكات الرياضية وأن تسود الروح الرياضية بالدرجة الأولى.